أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام تعميما يطلب من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات اعتماد فاتورة المنتجين والمستوردين وتجار الجملة أساسا في تحديد أسعار مبيع المستهلك، وذلك وفق نسب الأرباح المحددة. وبررت الوزارة هذا الإجراء بالمتغيرات المتسارعة في بنود التكاليف، خاصة سعر الصرف وارتفاع تكاليف مستلزمات الطاقة، حرصا على استمرارية تدفق المواد في الأسواق وتداول الفواتير الحقيقية على حد وصفها. فكيف سينعكس هذا القرار على الأسعار وعلى قدرة المواطن الشرائية المتراجعة أصلا؟ نناقش ذلك بعد التقرير. بعد ارتفاعها إلى حدود غير مسبوقة وفقدها القدرة على ضبط السوق، وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام ترفع يدها عن الأسعار، وبقرار رسمي هذه المرة. بحسب التعميم الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فإنه يلغى العمل بنشرة الأسعار الصادرة من الوزارة، وتبلغ مديريات التجارة الداخلية في المحافظات باعتماد فاتورة المنتجين والمستوردين وتجار الجملة أساساً في تحديد أسعار مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة، مع تبرير الأمر بالمتغيرات المتسارعة في بنود التكاليف، خاصة سعر الصرف وارتفاع تكاليف مستلزمات الطاقة. الباحث في مركز عمران للدراسات أيمن الدسوقي قال في حديث لصحيفة عن البلد إن قرار الوزارة جاء بعد أن أصبح لكل سلعة في السوق سعران، الأول مدعوم وهو ذو كميات قليلة ولا يغطي الاحتياجات الأساسية، والثاني هو السعر في السوق الحرة وهو متوافر لمن لديه القدرة على دفع كلفته المرتفعة فقط، معتبراً أن القرار جاء لقوننة ما هو حاصل في الأسواق أصلاً، حيث لم يكن التجار يعتمدون على الأسعار التي تصدرها الوزارة، بل كان لديهم أسعارهم الخاصة ما يعرضهم لابتزاز دوريات التموين. كما اعتبر أن القرار جاء أيضاً نتيجة الضغط الذي مارسه التجار على الوزارة لما يتمتعون به من نفوذ كبير وقوة متنامية. يقول خبراء ومختصون في الاقتصاد إن القرار قد يكون مجدياً في حال كانت هناك رقابة جدية من قبل الوزارة على الأسعار والتكاليف الفعلية للمستوردات، لكن ما سيحدث بالفعل في ظل مستوى الاحتكار الكبير والانفلات السعري هو ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مقبولة، ما يجعل المواطنين الغارقين في الأزمات المعيشية عاجزين عن دفع ثمنها، بل وغير قادرين على شراء المواد المدعومة بسبب توقع غيابها عن الأسواق. ولمناقشة تفاصيل هذا الموضوع رحب بيونس كريم، باحث اقتصادي معنا من ستارسبورغ. أهلا بك معنا في هذه الحلقة. بداية سيد يونس، كيف تقرأ هذا القرار، قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتحرير الأسعار، ويعني لماذا في هذا التوقيت تحديدا، أسبابه بتقديرك؟ مساء الخير ديما لك للمشاهدين الكرام. بالحقيقة بالبداية نتذكر قول لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمر سالم عندما قال أن تحرير الأسعار يتم في حالة الرخاء الاقتصادي ولا معنى له الآن، وهذا طبعا كلام كان منذ عدة أشهر، لا معنى له في ظل العقبات الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية، وبالتالي اتخاذ هذا القرار له الكثير من إشارات الاستفهام، لأنه يتعارض مع قول وزير التجارة بوقت سابق أنه لا معنى له، خاصة إلى نبدأ قوننة السوق. ماذا يعني؟ يعني الآن هم يقولون أنه سوف يتم تأمين السلع والخدمات كافة في السوق في حال تم تحديد الأسعار، لكن الحقيقة أن هذا الأمر سوف يلغي عمل الدوريات التموينية التي كانت تبتز التجار لبضع مئات من الدولارات، لننتقل إلى المكتب السري الذي يديره يسار إبراهيم رجل أسماء الأسد بالمكتب المالي، وبالتالي هذا المكتب الذي بدأ ترسيمه 100,000 دولار لإخراج أي معتقل من التجار لديه، وبالتالي هذا الذي يقصد به قوننة السوق. النقطة الأخرى، أنا آسف. نعم أسمعك جيدا، تفضل. النقطة الأخرى، النقطة الأخرى وهي أن عملية توفير السلع
يهمل النقطة، يهمل القوة الشرائية للمستهلك، وبالتالي القوة الشرائية للليرة السورية، وبالتالي كيف يستطيع تأمين المشتري كانت الأسعار رخيصة أو غالية بالسوق ما هي كانت سابقا متوفرة. النقطة الثالثة تحديد الأرباح، هو قالوا أنه سوف يتم تحديد الأرباح. عملية تحديد الأرباح تم بوقت سابق بأن أعطى 30% للتاجر المستهلك للتجار بالقيمة المستهلكة، ب 10% للمستورد، وهذا لا يكتفي به. ولكن هنا طيب، نقول أن هذا الأمر سوف يتماشى مع أطلاق يد مجموعة من التجار لفرض رأيهم على السوق واستغلال السوق. طيب، فيما يتعلق بمسألة تسعيرة التموين حتى سيد يونس، يعني كما نعلم معظم التجار أصلا لا يلتزمون في تسعيرة التموين، يعني هذا القرار قرار الحكومة اليوم، لماذا صدر قانونا هذا الموضوع؟ يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. سيد يونس، تحدثت عن مسألة تسعيرة التموين وعدم التزام أصلا التجار بتسعيرة التموين، يعني الغاية من هذا القرار قرار الحكومة قوننة الموضوع، لماذا؟ القوننة السيد قوننا هو عملية القوننة، يعني الذي قاله الاقتصاديين هو عملية مثالية. القوننة لا يوجد قوننة بالسوق، السوق تنهار فيها القوة الشرائية للمواطن، لا توجد قوننة والسلع مختفية، لا توجد قوننة لا يستطيع الكل، لا يتميزون بنفس الميزات لدى القانون، القانون يطبق على أشخاص وأشخاص آخرين، وبالتالي القوننة هي فقط إلغاء عمل الدوريات التموينية وإطلاق يد المكتب السري بحجة الدولار. نحن منذ عدة أيام علمنا أو نعلم الآن أن من يمتلك الدولار والذي يخرج برات إثبات أن امتلاك لهذا الدولار وفق شريعة الأسد سوف يحاسب ويدفع 100,000 دولار، وبالتالي هذه الأرقام مبالغ بها. من يستطيع الآن أن يستورد؟ من يستطيع الآن التقديم الوثائق لأنه هذه الدولار لثمن هذه السلع هي نظامية؟ وبالتالي هم أطلقوا يد التجار المحسوبين على أسماء الأسد. هل ربما يعتبر ذلك إرضاء فقط للتاجر الغاضب منها أصلا، وخاصة أننا نشهد بشكل شبه متكرر صراعات بين غرف التجارة في المحافظات وأيضا الحكومة؟ رئيس غرفة الصناعة بسوريا فارس الشهابي قال الخوف من التصدير الوهمي. لدى السوريين من تجارة الكبتاغون الكثير من الملايين المتوقفة بالخارج، سواء بالسعودية أو بالدول العربية أو حتى بالدول الأوروبية. الآن بهذه العملية سوف يسمح لإعادة إدخالها لسوريا، وخاصة أن جزء من أموال الكبتاغون هدفها حقيقة هو لتأمين منع انهيار مؤسسات الدولة. الآن من يستطيع أن يصدر بندورة، يستطيع أن يضع سعر كيلو البندورة 500 دولار، لا أحد يدقق وراء تكلفة هذه المواد، من ثم إعادة إدخالها على أنه يمتلك هذه الأموال حسب المرسوم الذي أو حسب القانون الذي أصدر من عدة أيام باتجاه الصناعيين. الآن الصناعيين لديهم طيب، شهر واحد دفع ثمن مواد أولية، كيف شهر واحد تكلف العمر؟ الدورة الإنتاجية هي تحتاج التجارية 45 يوم والصناعية 6 أشهر، كيف يستطيع دفع ثمن هذه المستوردات؟ وبالتالي عملية غسيل أموال، عملية تبييض أموال للإدخال والخروج بدون أي مساءلة من مؤسسات الدولة، أي هي تحييد مؤسسات الدولة وضع على الجانب وأطلاق يد التجار للتحكم بالسوق. طيب، للتوضيح أكثر، يعني بناء على ماذا يعتمد بهذه الحالة التاجر في وضع التسعيرة، وأيضا في هذه الحالة لا يمكن بالطبع تقديم ربما أي شكوى بحقه أو مخالفته، أليس كذلك؟ كلام رائع جدا. الحقيقة السؤال هو من أين؟ هو التجار الجملة لديهم معينة من الربح بين 10% إلى 15%، وهؤلاء يستطيعون الأخذ من المستورد. السؤال من يستطيع الاستيراد وليس من يضع الفواتير. يستطيع أي تاجر جملة وتاجر مفرط أن يعتمد على المستورد. من يستطيع الاستيراد؟ من يستطيع تأمين القطع الأجنبي؟ من يستطيع حماية نفسه من المساءلة من أين لك هذا القطع الأجنبي؟ وبالتالي هنا نستطيع أن نقول أنه يحصر العملية التجارة بكل سوريا بهؤلاء التجار. هم من الآن يستطيعون أن يستوردوا، هم من يستطيعون
تقديم الإثباتات لامتلاك الدولار الوقت السابق، هم يستطيعون الآن تحديد الأسعار وتحديد من سوف يأكل ومن سوف يشرب، من سوف يلبس ومن سوف يتعرى، وبالتالي هذا إطلاق يد أكبر كثير لامتلاك هؤلاء التجار للسوق، وبالتالي هذا الأمر بالغ الخطورة، انعكاساته سوف تكون شديدة على الناس. سنتحدث عن انعكاسات هذا القرار فيما بعد. سيد يونس، يعني برأيك ليس هذا القرار يعني من الممكن أن يعتبر اعتراف علني من قبل حكومة النظام على أنها غير قادرة ربما على ضبط السوق؟ الآن هو اعتراف رسمي بأن الدولار الذي السوق لا يمثل قيمة الدولار، وإنما الدولار يحتاج إلى مجموعة كبيرة من الإجراءات. الدولار الآن هناك كلفة الحصول على الدولار، هذا اعتراف من وزير التجارة الداخلية عندما قال أن لديه لائحة بالأسعار رقم 7 الذي وضعها العام الماضي تشير أو مقارنة بين أسعار السلع داخل سوريا والأسعار الدول المجاورة اعتمادا على الدولار. الآن حرر هذه الأسعار بحجة أن هذا لا يتطابق مع لائحة الأسعار رقم 7، وبالتالي هو يعترف أن الدولار بسوريا له كلفة أكبر بكثير من تكلفة حصول الدولار بالدول المجاورة. بالتالي الدولار الآن الذي يقول أنه 6000 السوق السوداء أو 6500 هو كلام غير دقيق، عدا عن النشرة البنك المركزي. هذا إذا عرفنا أن الدولار غير لا يمثل حقيقة القيمة الحقيقية، فالأسعار بطبيعة الحال لا تمثل قيمة السلع. طيب قبل أن أذهب إلى انعكاسات هذا القرار على الأسواق، على المواطن أولا، هل من شيء إيجابي ربما بهذا الأمر يتعلق على المواطن؟ المواطن مسحوق، يعني المواطن آخر من يسأل، لكن المواطن الآن بدل أن يبحث وأن يعني بالعامية يخبي البضاعة اللي عم يشتريها من السوق جيبه إن شاء الله يلقط على الحواجز، الآن يستطيع القول أنه اشترى من التاجر الفلاني. التاجر بدل أن يقول أن يبتزع أن هذه البضاعة خاصة به وأن عليه دفع رسوم إضافية زيادة، الآن أصبح يدخل على سوبر ماركت أو البقالية أو أيا كان اسمها ويحصل على السلعة طالما توفر المال. المشكلة الآن لدى المواطن كيف يتم تأمين هذه الأموال، من أين له دفع ثمن هذه السلعة؟ إذا قلنا أن راتب الموظف 92,000 أو 100,000 ليرة سورية، أي أقل من 10 أو 15 دولار، كيف سوف يدفع ثمن السلع لو حتى توفرت؟ هذا الأمر شبيه بما حدث في روسيا بال 94، كانت هناك البضائع متوفرة بكل المحلات، بكل السوبر ماركت، بكل الأماكن لبيع هذه المنتجات، لكن لا أحد يستطيع شرائها. هذا ما يحدث الآن بسوريا. طيب تأثير أو انعكاس هذا القرار على السوق بالنسبة للأسعار وأيضا القدرة الشرائية، وإلى أين تتوقع الأمور متجهة؟ هل هنالك سيناريوهات فوضى سنشهدها في الأيام القليلة القادمة؟ الآن الفوضى تجاوزناها، يعني الآن حدثت عدة حركات شعبية لم تحصل على هذا الزخم من الشعب، لازال الشعب بدأ خائف وهو حق بيده. القبضة الأمنية باتت أشد مئات مرات مما سبق، الآن لا يوجد هم بين بعضهم، أي واحد يفسد على الآخرين، وبالتالي كلمة الجوع والفقر لم يعد. لكن بالمقابل هذا الأمر أدى إلى انحلال الدولة السورية من الداخل ومؤسساتها بما فيها مؤسسات الأمنية. الآن يستطيع أي مطلوب أي شيء تحتاجينه بسوريا طالما لديك القدرة على دفع ثمنه دولار تستطيع الحصول على أيا كان هذا المعلومة، أيا كانت آلية السلعة أو الخدمة. وبالتالي هنا يبقى المواطن ليس له إلا الأمم المتحدة، وهذه المساعدات التي تأتي له لم يبقى له إلا المساعدات من الحوالات الخارجية، وبالتالي البنك المركزي لابد من إسقاطه حقيقة، لابد من قرار دولي إسقاط هذه المؤسسة التي تخنق المواطنين، واتهام ثم العقوبات الاقتصادية لا علاقة لها بالقرارات الداخلية. نعم. العقوبات تفرض على البنك المركزي. شكراً. أن يقوم بتلك الدولار هو الذي سوف يدفع ثمن امتلاك لهذا الدولار. أشكرك جزيلا يونس كريم، باحث اقتصادي، كنت معنا من ستراسبورغ، شكرا لك. اتهامات للأونروا في حلب بالفساد، هذا ما سنناقشه في ملفنا التالي.